بالنسبة للخاص أسد العامرة، كنشوفوا بأن المغرب راه كيستورد بزاف ديال الأغنام، سورتو من رومانيا ومن إسبانيا. مني كتجي تشوف الموانئ ديال طنجمال ولا ديال طريفة ولا هادي، راه كتشوف تما عشرات ولا المئات ديال الشاحنات الكبيرة مملوءة عن آخرها بالغنم ديال إسبانيا، لأن كاين خصاص ديال اللحوم الحمراء، واللحوم الحمراء دابا راه غالية، وصلة 100 درهم وداكشي، يعني البلاد راه كيستوردوا في اللحوم الحمراء الغنم، وهادشي راه ما تيعاونش بالشعب المغربي الصغير ولا المتوسط، فهمتيني؟ مني كيولوا يستوردوا في الأغنام، يعني راه داك السلعة اللي كيوجد هو على طول العام ما كتبقاش، فهمتي؟ كتدخل الغنم ديال أوروبا كتكون منافسة في الأسعار بزاف، بس كيف الكساب ولا تا هو ما بقاش واحد المشروع اللي هو يقدر يضمن به العيش ديالو. وزائد التساقطات العام راه شوية قليلة بالنسبة للمنطقة ديال الشاوية، الناس دابا عاد كتحرص، كنتمناهم الله ما يعطينا شعب زين. شكرا لإذاعة شاب راديو.